الحقيقة دائما أحاول أن أحيي شعراء الأمسيات جميعا، ولكن أعتقد أن هذا اليوم يختلف عن باقي الأيام، فبوجود شاعرين كبيرين مثل الشاعر أحمد الناصر والشاعر العميد خلف بن هذال، لم أجد إلا أن أقف على هذا المنبر لأشكرهم كشعراء كبار وجدنا فيهم أنه لا تكون هناك الأمسيات الشعرية متكاملة إن لم يوجد فيها مثل هؤلاء الشاعرين. أحمد الناصر من مواليد عام 1340، وهو صار له من يوم شوفه يعطيني إياها من عام 1340، والظاهر أنها أكثر. وعلى كل عياله وعدوني أنهم بيعطوني أسراره اللي ما أعطاني إياها. بالنسبة لخلف بن هذال 1363، وهذا التقاعد الظاهر أنه قريب. لكن ما أعتقد الحقيقة أن فيه واحد في الحرس الوطني أو يحب الحرس الوطني يعتقد أنه يشوف الحرس الوطني من دون خلف. وهذه ما قلتها أنا، وبكل صراحة وبكل أمانة كان فيه بعض الناس اللي قدموا على طويل العمر على أن خلف وصل العمر القانوني ويحال للتقاعد، فقال الله يطول عمره عمر خلف من عمري. وأعتقد أنه موقف خلف كشاعر أقوى من أي إنسان كان في الميدان أيام الحرب، وأعتقد أن كلماته كانت أقوى من الرصاص والقذائف التي وصلت إلى كل أعدائنا في كل مكان. خلف يوم أنه يقول أنه مو فلاح هذه فيها كذب، لأنه فلاح. وبقولكم على قصة صارت، لو نزلت السوق لقيت أغلب العنب كله من مزرعة خلف. حتى حنا يا ربعة ما يجينا منه شيء على كل. أذكر قصة، كنا في الطائف وكنا جايين مع طويل العمر، ويوم درينا ولا في شاحنتين مرسيدس كبار واقفة وموقفها الأخ قدام مدخل طويل العمر عشان يشوفها، وسأل طويل العمر وخلف واقف قال هذه وش هي؟ قال هذه طال عمرك جح. طبعا طويل العمر بروحه المرحة قال عساها تنفقش على راسك. وأنا قلت له شيء وكان صحيح، قلت له طال عمرك الجح هذا جابه ونزله السوق ولقى السوق مليان جح وسعره بينزل، فما هو براجع إلا بمكسب طال عمرك وجابه لك، ولا ملاقي فيه مكسب في السوق ما جابه طال عمرك. كنت أعتقد حقيقة أن
انغزى الخرف في بنات حواء، وثاريه غزله في الذود أكثر. وهذه من الأشياء اللي كنت دائم أنا وياه نختلف عليها، لأن الحقيقة من يوم حط له ذود ما عاد صرنا نشوف خلف. على كل، أنا قبل أني أنهي هالقصيدة الجميلة اللي أشوفها فيكم كلكم كحضور، وأشعر أنه فعلا جمال أمسياتنا الشعرية هي وجوهكم اللي الله لا يحرمنا منها. والحقيقة عزانا في تعبنا في الجنادرية هي محبتكم ومحبتنا لكم. ولهذا أحب أقول على موضوع قد صار لي أنا ويا خلف. أول ما جاء خلف كنا في بريطانيا، وكنت أدرس في بريطانيا، ولا يتصل فيني ويقول لي نتراني جايك، فطبعا عرفت أنه جاي للابتعاث، وطلعت له المطار واستقبلته في المطار. طبعا قصص خلف في لندن كثيرة ماني بقادر أحكيها لكم. كلها صعبة والله. لكن كلها على كل، لا يروح شككم بعيد، كلها تشرف يعني. ولكن يوم جيت وحطيتها عند العائلة، طبعا قال لي، وجيت بروح قال لي وين بتروح؟ قلت له خلاص انت عند امك هالحين، والله يوفقك ويحننها عليك ان شاء الله، وانا بترك. قال لي وانت وين بتروح؟ قلت انا بروح لامي بعد.